سي محمد، إثبات هذه هي رياضة في جيبس من خلال قاعدين تبحثوا على بطولة وطنية مشاركات معناتها في تونس، وأيضا كما يحكي سي حاتم فما مشاركات دولية في انتظار انعقاد مؤتمر دولي في تونس. إن شاء الله شاركنا في البطولة في الحمامات، وشاركنا في البطولة اللي كانت توفى الروبورتاج فيها في صفاقس في حي البحري، وان شاء الله ثم مشاريع اخرى مبرمجه ما نحبوش ندخل في سبق صحفي. بحول الله السميع العليم وراء نشر هذه الرياضه ان شاء الله. نشر هذه الرياضه يتطلب شنو؟ تدخل المدارس، تمشيو للدور الشباب، للمختلف القاعات الرياضيه، تعملوا افيلياسيون، الاطار نتاعكم كيفاش؟ مادام ما فماش الجامعه. يلزم لي فورماسيون، لي سال دو سبور قبل كل شيء، لازم تكون لي زاتليت لازم يتكون. وقبل ما نكونوا لي زاتليت قبل ما نكونوا لي زاتليت لازمنا نكونوا لي زونترونور لي سيمينار سي بليغاتوار باش نجم نكونوا قاعده صحيحه من الجوارات، لازمنا نكونوا مدربين صحاح. المدربين صحاح، انتم اليوم سي محمد ومدام وفاء وسي حاتم الاطار باش تلموا معناتها تجمعوا اكثر عدد من الممارسين وما فماش جامعه، كيفاش قاعدين الاتصال؟ كيفاش قاعدين العمليه هذه قاعده تصير؟ باهي نجم نزيد. تفضل. باهي. احنا في الاول عملنا لجنه فنيه وطنيه صلب الجامعه التونسيه للرياضه والشغل فتره في الاول، بعد عملنا لجنه فنيه وطنيه صلب الجامعه التونسيه للوشو كونغ فو، عملنا بها وقتها بطوله وطنيه بتاشيره من وزاره الشباب والرياضه في الجنوب التونسي تحديدا في توزر. بعد بقينا معاهم فتره باهي، لقينا انه ما نجمناش نكبروا في وسط جامعه. دونك خرجنا وحدنا وعندنا جمعية الكايزن التونسية اللي هي جمعية الأم هابطة في الريد الرسمي رسميا ومذكورة بين قوسين ابتكار تونسي جديد. دونك اعتمدتها هي باش نجم نكون ونأثر. عملت 4 سنين ندرب مجانا كل يوم أحد. ال4 سنين هذوكم خرجت فيهم يعني نقولوا احنا الدفعة الأولى والثانية والثالثة من المدربين والحكام. بديت تنتشر من غادي ومن بعدين بدينا ندخلوا في الجهات بالتنسيق مع الجمعيات الاخرين باش نجموا نكبروا المجموعه يعني نتاع المدربين الحكومي في نفس الوقت اللاعبين. اكيد احنا لاقين برشا صعوبات يعني بين قوسين، في نفس الوقت الحمد لله عندنا دعم يعني من اطارات ساميه في الدوله، من اطارات ساميه في وزاره الشباب والرياضه. ما تأمنوا بالأمنوا بهذا الاختصاص وكي تعرفوا عليه يلقاونا ينجموا نعملوا به معناتها مستوى طيب تونسي، وأيضا كما قلت أنت كان المجال اللي شفنا في دول شقيقة هذه الرياضة. هي حلمة، هي حتى على مستوى العربي والأفريقي وال يعني الدول اللي أمنت بينا تشوف فيها ديما حلمة، ما نجموش هم يحققوها، وهي فكرة كانت الناس كل تتمنى لكن ما جاش حتى حد عمل الخطوة الأولى أنه باش يعتمدها. حلمة خاطر احنا أولاد حنا بعل أولاد قرطاج، دونك عنا تاريخنا، خاطر الصين يقول لك احنا عنا تاريخ في الفنون القتالية، كوريا كيف دونك تونس احنا بطبيعتنا كي نرجع للتاريخ نتاعنا باش تلقى اللي عنا تاريخنا في الفنون الدفاعية والقتالية بالضبط، وكنا حتى يعني زعزعنا عرش روما في 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 في, في مقرها، ولهذا كان من حقنا باش نجموا انا مع نفسي كان من حقي باش نفكر اني نعمل رياضه تونسيه تاخذ النسق هذاك ونرجعوا تاريخ وامجاد الجمهوريه التونسيه. دونك حتى على المستوى العربي لقيت عباد فرحانه وفخوره انه تونس نجمت تعمل حاجه كيما هكا وتبدا تعمل خطوات. وقت اللي نقول لك احنا في الجزائر بريس كل 6 شهور الوطنيه الاولى الجزائريه قاعد تعدي في رياضه الكايزن، يعني في الممثل نتاعي الممثل الرسمي لرياضه الكايزن قاعد يتعدى ديما في الوطنيه الجزائريه وقاعد يعرف بها. في ليبيا موجوده في القوات الامن الليبي قاعد تدرب يعني في الشرطه الليبيه. في مصر الممثل نتاعنا هو نميري عبد الله احمد زاد هو يدرب في القوات الخاصه الساعقه وموجوده الكايزن يعني في الشرطه المصريه. دونك العباد فكروا فيها كرياضه خاطر كانت تدور فما رياضات اجنبيه تدخل الثكنات الامنيه والعسكريه. دونك هما امنوا انه فما رياضه عربيه تونسيه الحمد لله يعني مأطرينها احنا ومخلينها يعني في اطارها اللي هو 90% امني، والا يعني ما التنسيق نتاعي كان ديما مع اطارات ساميه. دونك فرحوا انه فما رياضه تدخل الثكنات نتاعهم ويعتمدوها يعني مدربين اكفاء
وما عادش يخلوك الخبراء الاجانب يعرفوا يعني ايش عندهم الداخل. شنو معناتها بالرياضه هذه؟ والرياضه هذه عقليه تظهر لي مدام وفاء. اكيد اكيد عقليه جدا. تغير نحو الافضل. اكيد اذا كان انت تو تمس فيها فيها جانب كبير في دفاع النفس. دونك انت هنا تمس الشرايح الكل، الفئات الكل، الصغار والكبار، النساء، كل. فهمت؟ اكيد باش تكون عقليه، واكيد باش تخليك تتحكم في روحك في الشارع. خاصة في الصغيرات، في رد الفعل، في كل شيء، هذيك تكون. وحتى حتى التجارب الشخصية، وأنا قريت شوية معناتها تجارب تونسية، حتى عافانا وعافاكم الله، معناتها فما شكون سيدة هكا كانت مريضة بالسرطان بفضل هالرياضة هذه، بفضل ممارستها للتقنيات هذه، عرفت كيفاش تغلب على هذا المرض. أكيد أكيد، هي راهي ثقة كلها في النفس، فهمت؟ وتعطي حاجة بليش لك أنت، حاجة إيجابية لك أنت، دونك تخرج من عندك أنت أي حاجة سمحة. فهمت؟ لازمك تخرج من كل شيء، لازم يزينا من الشوارع ويزينا من كذا، خاصة للصغيرات، فهمت؟ يكون الإطار والإطار يكون إطار رياضي، إطار رياضي تولي سمحة برشا، فهمت؟ الكايزن هذه فيها كل شيء، لأن أنت شوف أنت ريت في صفاقة صح اللي عملنا غاديك الدورة، الصغيرات تشدوا برشا خاطر ماهم يحبوا الفريع ويحبوا، فهمت؟ أو كي تعطيهم أنت إطار، هاكم يفارعوا ريقلوا أمورهم غاديك في إطار رياضي.